السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مغرب نيوز مباشرة من أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية وبمدينة المحمدية. واحد الحالة يعني إنسانية، حالة ديال طرد خوت من دار الورثة من طرف الأخ ديالهم الأكبر، شردهم. هذه واحد المدة تقريبا ديال 3 شهور أو 4 شهور، ولكن القضية ديال الصداع والغوط عندهم قديمة مع هذا الاخ الاكبر ديالهم. غادي نخليو الاخ الاصغر اللي هو يونس هو اللي غادي يحكي لنا القصه ديالهم ويحكي لنا اشنو طرا لهم. السلام عليكم. السلام عليكم اخوش. حد خويا معدى علينا. ديجا كنت صغار، الوالده من كانت الوالده هو كان معدى علينا. الوالده الله يرحمها كان واحد النهار هي اختي كان خسرها بدا شي ضرب في الوالده. من هذيك النار هو غادي شي تطور، مجوج بواحد المرأة، مجوج بها من 2009 ولا الله اعلم النار اللي مجوج بها ديك السيد. كنا دايرين لها شي حاجه ولا حنا ما دايرين لها والو وهو ما دايرين له والو، وشي يجي تيطلع لينا للدار شي يبغي ديما يسبب لي في اي حاجه. انا ربعه المناشي في ربعه الشداش مزدول على طريق تيتسبب لي في اي حاجه، شي يتسبب لي هذا السيد. ف هذا ماشي خويا، هذا حيت خوك ما غاديش يدير معاك هذا الشيء. ملي متى وانتم عندكم هاد المشاكل معاه؟ هذا دابا شي 15 عام. 15 عام؟ 15 عام. ملي كان الوالد باقى في الحياة؟ ملي كان الوالد الله يرحمه. ملي كان الوالد؟ كان. وكيفاش هاد الاعتداءات كيدير لكم وكيفاش هاد؟ احكي لينا احكي لينا. تيطلع علينا تيطلع عليه تيطلع عليه هو مرسو. تنكون دابا جاي تنجي تنبغي نعس تيطلع لي هو مرشو يبدا شي سب شي يبدا لي خلص الماء خلص الضو خلص الوالد الله يرحمه. ما خدام هو ما خدام هو خارج لي هذاك نخدم باش نخدم هو مسبب لي في ربعة الشدات. عندي 21 عام. واحمد شحال يكون في عمرك؟ عنده شي 36 شي 38. احمد كان ديجا بعدا كان ميسر لي كان الله كان ميسر لي كان بخير هذا السيد. هو اللي مرضو كان تيبيع ويشري وجه من الغربه ما عنده والو. كيفاش مرضو بحالاش؟ مرضو دار لي شي شوكان كان تيلوح لي السلعه ديالو بحال البلاصه بحال الواد بحال الواد تيلوح لي في السلعه ديالو بحال الواد تيلوح لي السلعه ديالو. كان معدى على هذا السيد هذا ولا مرضو السيد هذا كان بخير ومرض خوه وجا من برا ما عنده والو جا ما عنده والو خدموا معاه. خوت اخرين من غير عندنا حنا سبعه خوت بيه هو سبعه بيه هو سبعه. عندكم خواتات؟ خواتات ثلاثه. فين هما هاد خواتات؟ خواتاتي مسال عليهم الله مزوجين. مزوجين انا كنت مراعي عند خشيت مرا عندك مؤخرا مشيت انا بجري عليه وتلقيت انا العنف كان ضربني ودا لي شريفو وجا غدرني هذاك جا غدر خو ما خاصوش يدير هاد اللقطه حيت ما خاصكش غدر خوك ولا تضرب خوك حيت داك الشيء في الاسلام. جا شعد علي انا شحال من مره انا ديما شي شعد علي خو ولا مريضه ومجري عليه مجري على خويا مجري عليه. كان شي محسن تيسمع فينا الله يرحم الوالدين وقفوا معنا الله يرحم الوالدين. كيوقع لكم هاد المشاكل هادو درتو شي شكايه؟ درتو شي درنا كلشي مشينا نقدم الاقوال الله يعمرها دار الدرك الملكي الله يدوز سربيسهم على خير وقفوا معنا وقفه ديال الرجال الله يخلي لنا الدرك الملكي والسلطه الله يخليها لنا. حنا دابا في المحكمة ديال تقدم عند الوكيل. حنا ندوزو ان شاء الله عند الوكيل. باقي كاع ما دزنا عند الوكيل يلاه ندوزو عنده. امتى تدفع الملف ديالكم عند السيد الوكيل؟ السيد الوكيل باقي كاع ما عيط علينا دابا باقي كاع ما عيط علينا يلاه حنا غادي ندوزو عنده. ودابا شنو الطلب ديالكم؟ شنو النداء ديالكم؟ الطلب ديالنا السيد مدي لينا حقنا وين حنا حقنا حنا عندنا حقنا وباغي يسردنا. حنا عندنا سميت منها سميت الوالد الله يرحمه استفاده. استفاده ما فاش الوراق فين هادشي فين هاد البلاصه؟ في حي المحمدي بن يخلف عين تكي. عين تكي المحمديه. المحمديه. واخا ودابا دابا انتوما دابا انت فين كتسكن دابا حاليا؟ انا دابا كنت نسكن عند خشي وعندها مسكينه بيش وطواليط وصاله وعندها جوج ولاد
ورازينا انا كنت شارس عندهم دابا وخويا ما عنديش كيفاش نجيبو. احمد احمد فين كتكون دابا؟ في الزنقه دابا شي ناس في الزنقه عنده يعني حقه متشرد في الزنقه. متشرد في الزنقه هو عنده حقه وما خاصوش يكون متشرد في الزنقه حيت الضرور خاصو يكون في الدار وانا خاصني انا نكون في الدار. ما حنا ملي نطلعوا للدار شي تهجم علينا بالسلاح ابيض. خواتاتكم اش كيقولوا في هذه القضيه؟ خواتي شي مساكن تيجيو تيبغيو يصبنوا لينا شي بغاو يديروا لينا واحد الحاجه زوينه باش نتذكر الوالد الله يرحمه باش نتذكروا به الوالد الله يرحمه الخواتي باش نتذكروا به الوالد الله يرحمه الوالد الله يرحمه تيجيو يصبنوا لينا شي يصيقوا لينا الدار وباش يحملهمش يجيو للدار ومارسوا انا كنت نصر الحوايج تنصرهم في السطاح ولا تيحط المسكين احمد الفلوس ولا انا ولا تنحط شي تليفون في الدار تيجي ما تنلقاهش نطلع معايا شي دري صاحبي باش نطلعو معايا للدار تيعيط عليا من تيقول لي ما هو هذا الشيء صفر هذا الشيء تيدير هذا الشيء يدير والدرك الملكي مساكن عارفينو عارفينو. واخا هاد الدار هادي شحال فيها من طاج؟ طاج فيها ثلاثه وسطاح بس ديال الطاج ثلاثة طاج وسطاح شادهم كاملين هي الوالد الله يرحمه قبل ما تموت بسيني مع ندير مع التيزا ما كان ديجا مخسر خشي وضارب الوالد الله يرحمه والوالد مخسر على قبلنا حنا ضاربها ضاربها بجنوية كبيرة مخسرة خرب ميكروان مخسرة ضاربها مخسرة وشنو داروا معاها؟ هاد القضيه فاش خسر الفريق سكوجا عطاو 10 شهور الوالده مسكينه من الكبده تشعر في الكبده كي دايره وسمحات لي دارت لي تنازل وسيناش مع التزام ملينا حنا والدار السفليه قاسمه عليه والسفليه لتحت مع حنا سبعه قاسمه السفليه على احمد اللي مريض دابا وهو قاسمه عليه هو تقبل الحال ديال دخل الحق ديال احمد دخل الحق ديال احمد دخل لي الحق ديال احمد دخل لي وشدوا صحه وطلع للدار دوزيام زرع عليا حنا وطلع للدار دوزيام وطلع صلاح للدار الفوق والدار ديال الوالده ما خاصكش دير مع خوتك بحال هكا ما خاصكش دير انا ما غاديش نقد ندير بحال هكا الخو انا ما غاديش نقد نتل واحد ما غاديش نقد ندير عليه بحال هكا ما نقدرش نصيفط خويا للحبس ولا تسبب لي في واحد الحاجه وهو ما دايرهاش وغدا متهم بواحد الحاجه اللي ما دايرهاش. خرج على خويا على قرايشو في الخدمه دابا نخدم باش شي شركة باش قبل عليا باش نخدم قدام باش تجبر لي واحد الحاجة ديال الهجرة وليت باغي نهاجر من هاد واخا دابا شنو الطلب شنو النداء ديالك قرب الميكرو عندك واش تسمع النداء ديالي انا بغيت هاد الناس اللي تيشوفوني وهاد المحسنين ياخذوا لي حقي وهاد السيد هذا الله ياخذ فيه الحق من الله الله ياخذ فيه الحق. شكرا خويا يونس كما تبعتوا معنا هادو جوج ديال الخوت اللي تعرضوا للطرد التعسفي من طرف الاخ ديالهم الاكبر من المنزل ديالهم وهو منزل وراثه. الاخت ديالهم فعلا كانت اتصلت بينا شحال هادي على قبل هذا المشكل هذا كتقول على انه كيهددهم بالسلاح الابيض كيتكرفص عليهم كيضربهم كيجري عليهم من الدار بلا حوايج بلا حتى شي حاجه وبدون موجب قانون هما حتى هما وراثه. للاسف الشديد احمد اللي يعني ولا كيعيش واحد الحاله النفسيه شويه صعيبه خطيره وكيعيش التشرد بالنسبه بعد ما كان كيبيع ويشري فهادشي ديال الاواني وفهادشي ديال المواد النظيف. بالنسبه ليونس 21 عام في عمرو عايش حتى هو الاضطهاد وعايش التشرد مره عند اختو كيف ما قال اختو بيتو كوزينه وعندها وليدات وعندها الاسره ديالها ما يمكنش قال لك على ان النفس ديالو تسمح ليه انه يبقى معاهم في الدار. ربما يمكن نقدروا نفسروها في عزة النفس بزاف ديال الامور لكن كتبقى مسألة مطروحة وهي هاد الاخ واش ما عندوش ديك الكبدة ديال الاخوة ما عندوش ديك الكبدة على خوته وخواتاته على انه يلمهم ويجمعهم من الزنقة. الى هنا نقول لكم كنتم معنا عبر المباشر على مغارب نيوز وفي حالة إنسانية من أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية. السلام عليكم.